أكد وزير الهجرة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن القيادة السياسية تولي أهمية للعلاقات مع دول الخليج. وخلال استقباله جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أكد وزير الخارجية والهجرة على محورية العلاقات المصرية الخليجية، ومشددا على أن أمن واستقرار ورخاء دول الخليج هو مصلحة مصرية مباشرة ويقع في صلب الأمن القومي العربي الجماعي. كما أشاد وزير الخارجية بما يشهده ملف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول الخليج العربي، فضلا عن التواجد الفعال للجاليات المصرية في دول الخليج العربي والتي تسهم بشكل إيجابي في مسيرة التنمية، إلى جانب كونها تمثل جسرا حضاريا بين مصر ودول الخليج. لذلك شهد الاجتماع أيضا الأوضاع في غزة والتوتر القائم على الساحة اللبنانية وكذا الأزمة في اليمن والبحر الأحمر، بما لذلك من تبعات على الملاحة الدولية، فضلا عن الأزمات الخاصة بالسودان وليبيا وسوريا والصومال.